بعد رفع الفايدة 2% أعلى 6 شهادات ادخار من حيث العائد وموقف الشهادات المتغيرة في 5 بنوك. ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقة جديدة من التيلر. معكم ماهر فاعي من قناة عالم المال AATV. بعد ما البنك المركزي رفع الفايدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية اللي كانت الخميس اللي فات، بدأت الناس اللي حاطة فلوسها في الشهادات يسألوا عن أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك وكمان موقف الشهادات المتغيرة. بالنسبة لشهادات الادخار الأعلى عائد، فالبنك الأهلي المصري بيقدم الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% بيصرف نهاية المدة، وعائد 23.5% سنويا بيصرف شهريا. الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طول المدة. بنك مصر عنده شهادة طلعت حرب مدتها سنة ومتاحة بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و 23.5% يصرف شهريا. الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طول المدة. بنك فيصل الإسلامي عنده شهادة الادخار الخماسية ازدهار بعائد 18.6% بيصرف شهريا تحت التسوية. الشهادة دي بتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والعائد بيتحسب حسب نتائج أعمال البنك. الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد بيصرف شهريا بشكل متغير تحت التسوية. بنك ناصر الاجتماعي عنده شهادة ادخار مدتها 3 سنين بعائد 20% سنويا بدورية صرف شهرية. البنك المصري لتنمية الصادرات كمان عنده شهادة ادخار مدتها 3 سنين بسعر فايدة 21% سنويا وبدورية صرف شهرية. واخيرا البنك التجاري الدولي CIB اللي طرح شهادة ادخار ثلاثية مدتها 3 سنين بعائد ثابت بيوصل ل 22% بيصرف شهريا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 5 مليون جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه. الفايدة كمان اتحركت على شهادات الثلاثية ذات العائد المتغير في البنوك. وصلت الفايدة السنوية عليها في البنك الأهلي وبنك مصر ل 21.5%، العائد بيصرف شهريا. وصلت الفايدة السنوية عليها في التجاري الدولي ل 18.4%. وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الفايدة السنوي على الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير 21.25%، والعائد بيصرف شهريا. واخيرا البنك العربي الافريقي الدولي اللي سجل سعر الفايده السنوي على الشهادات الثلاثيه ذات العائد المتغير فيها 20.25%، والعائد بيصرف شهريا. وبكده تكون انتهت معلوماتنا النهارده من التيلر. شكرا ليكم.